اليوم 3 شوال، يعني 3 أيام العيد، وداون كده قمر ليلة 4، يعني طبعا القمر كبير يعني ومرتفع، في مسافة بينه وبين الأرض مرتفع قوي، مش بتاع يومين ولا حاجة أو 3، ده رابع يوم يعني ليلة الرابع. النهاردة ايه في النهاردة 4 شوال صح؟ 4 شوالي 4 شوال، يعني النهاردة دي ليلة 5 شوال. وادي اللي اشوف مرتفع عن سطح الارض دي، فعلا ده مظبوط كده حسب هنا السعودية، حسب السعودية كده مظبوط، لكن حسب مصر مش مزبوط.